سلام الله عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ هانيه، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن احوال. المهم اليوم في هذا الصاد وفي هذه الفتره، هذا الصاد الحار، جبت لكم الفرفاره صغيره، تقدر كاع ديرها في جيبك باش ما يسخن عليك الحال ولا شي حاجه، حيدها ديرها وتبرد مع راساتك. الفرفاره الصغيره كيف ما كتشوفوا الاخوان، ها هي قدامكم كما كتشوفوا، يعني مريض هذا دابا، ها هي ديمارات، ها هي دابا راه ديمارات راه كتفرفر على خاطرها. فهاد الصاد نيت، فهاد الصاد راه ما كاينش، فدرجه الحراره من العلاب كيف ما كتشوف، كتحطها تماك في الطوموبيل ديالك، راه حتى الطوموبيلات دابا ديال هاد الفتره حتى لا كليم كتخدمها كتطلع لك سخونيه، في بلاصه البروديه كتطلع لك سخونيه. حسن قاعد تشري بحال هذيك، هذه النيت، هذه الفرفره راه فيها البطونه، فاش كتخدمها وكتسدها. المهم دابا راه غادي نوري لكم كيفاش الطريقه ديال الخدمه ديال هذه الفرفره الصغيره. كيف ما كتشوفوا الاخوه، والله الا عجبتني ديك الفرفره، شوف قدها قداش البطونه، ها انا تفيتها دابا، راه دابا تريض، ها هي مريضه، دابا نخدمها عاود، ها هي خدامه وتبرد السيخوطة على راسك. دابا كتبغي تمشي في الطوموبيل كتحل الشراج وهادي وهادي، كيدخل لك الصاد، كيدخل الصاد حسن تدير ديك الفرفره. ها هي الطريقه، راه فيها الكابل، كتدخل الكابل في بلاصه الشارجور تماك في الطوموبيل وكتفرفر على راساتك، كتروح بالفرفاره الصغيره وفي الطريق. ما تقولوش راه غير الديور فاش كاين الفرفاره، حتى في الطوموبيلات الخوت. الى اول مره كتفرج فيا، ما تنساش دير واحد ابوني معاك، ديرني متابعه على القناه وبارطاجيو هذا الفيديو، والى اللقاء.